طيب بكرة بقى بإذن الله إن شاء الله واحد من أهم المهرجانات السينمائية على مستوى العالم، مهرجان برلين. 72 نسخة من مهرجان برلين، ده النسخة أو يعني بتاعت بكرة دي هي النسخة رقم 72. طبعا احنا أنا أتذكر كويس جدا مهرجان برلين ده بحاجتين، مرة لا بحاجة بقى أفلام يوسف شاهين تحديدا يعني، وكان أتذكره بأكتر من حاجة، بس كان من أبرزهم صورة نعيم عاكف الله يرحمها يا رب في مهرجان، كان في دورة من الدورات باعتبارها وجه شرقي جميل، وكانت يعني أيقونة وقتها نعيم عاكف في مهرجان كان يعني، أو صورتها البوستر بتاعها. خلونا نرجع تاني لمهرجان برلين في نسخته رقم 72، عايزين نتكلم على فعاليات هذا المهرجان، الأفلام اللي بتشارك، هل هناك ظواهر سينمائية جديدة؟ وخلي بالك التكنولوجيا هي دايما متداخلة مع صناعة السينما والتجريب السينمائي. خلونا ناخد معانا على التليفون كاتبنا وناقدنا الكبير أستاذ طارق الشناوي، منورنا. اهلا اهلا استاذ يوسف، اهلا بيك استاذ طارق. برلين برد لدرجه الايه؟ لدرجه انك انت يعني ماشي في درجه حراره تحت الصفر، دايما في شمسيه، دايما حاطط حاجات على وشك، على يعني مخيفه في درجه الحراره، ولكن في دفء، في دفء في الحياه، في البشر، في تحدي انك تعمل مهرجان. تعرف احنا كل يوم بنعمل بي سي ار كل يوم، يعني كل 24 ساعة لازم كل 24 ساعة لازم تقدم انك انت نيجاتيف. اوكي. فدي كلها يعني حاجات مضافة، ودور العرض هو من بكرة تبدأ الفعاليات بالمناسبة، لكن التعليمات ان دور العرض 50% بس. كان ما عملش كده، يعني انا رحت كان الأخير ده كنا في شهر 7، ما عملش كده، كنا بنقعد يا دوبك بس حط كمامة وفي واحد جنبك وواحد قدامك وواحد على شمالك عادي جدا. لا، في برلين الدقه اكبر بكتير. لا، الالمان دايما حاجه تانية، الاحتراز الألمان اكتر، احتراز اكتر بكتير، لكن احنا في النهايه بنخضع لقواعد في النهايه يعني صحه لينا. انا بس أكيد. عايز اضيف معلومه او اصحح معلومه بقى كمان. ايوه اذا اذنت لي. أرجوك. في موضوع نعيم عاكف، في موضوع نعيم عاكف هي كانت، انا هقول لك، كان سنه وانا حضرت البينالي، ده كان بينالي السينما العربيه بيقيموا معهد العالم العربي في باريس سنه 92، كانت الدوره الاولى، فكان فعلا ما كانش مهرجان، كان اوكي، كان بينالي السينما العربيه وكان فعلا تصدرت، وده كان شيء مهم جدا ونفخر بيه كلنا، ان نعيمه عاكف اللي يمكن ما خدتش حظها من التكريم في مصر ولا في العالم العربي، كانت هي ايقونه، مش مصر بس، لا ايقونه العالم العربي، العالم العربي في بينالي السينما. وطبعا زي ما انت قلت في الاول انه بالنسبه لبرلين فعلا سنه 76 مصر حصلت على اهم جائزه للمخرج الكبير يوسف شاهين في اسكندريه. ليه؟ اسكندريه ليه؟ اللي هي الدب الفضي، الدب الفضي هو معناها احسن مخرج. ايوه. فكان خد احسن مخرج في ذلك العام، فعلا دي حقيقه. اسكندريه ليه كان بطوله محسن محي الدين، ربنا يديله الصحه. مظبوط، وكان اللي كاتب السيناريو على العبقري محسن زايد. الله يرحمه يا رب. ده فيلم من اجمل الافلام انا رايي فعلا، يعني الجائزه ذهبت لمن يستحق. عارف، على ذكر محسن محي الدين، أنا صححني برضو لو انا غلطان يعني في الراي، انا في رايي انه احنا خسرنا، ومحسن محي الدين مع حفظ اللقب والاحترام والتقدير فترة انقطاع طويلة لمحسن محي الدين، لأنه كان تركيبة مش موجودة على الإطلاق في السينما المصرية. ده صح. تركيبة ده الممثل واللي عنده المهارات المسرحية والحركية والغنائية واللياقة البدنية مذهل، كان مذهل. خسرنا، وأعتقد هو خسر بالابتعاد الفترة اللي ابتعد فيها. طبعًا كان في مدرسة اسمها مدرسة يوسف شاهين، كان بيعلم الناس، يعني يعلمهم الرقص بشكل علمي، يعلمهم اللغة الفرنسية عشان يؤدي، يعني لا، يوسف كمان كان مدرسة، مش مجرد انه مخرج كبير وخلاص، لا، مدرسة. فتخرج محسن محي الدين من هذه المدرسة. صحيح. في جزء مهم وعام، خاص وعام، عندما تبتعد فترة، سواء تعبت جسديا او فكريا، الاثنين بالجسد او الفكر او الاثنين معا عن الحالة، وترجع بعد مرور سنوات بعيدة زي حالة محسن وغيره
يعني بدون ذكر اسماء الناس كلها عارفه، بيرجعوا مش هم، بيرجع حد تاني. صح. يعود، ما هو محسن رجع. بس مش ده محسن اللي انت مش ده اللي احنا تعرفه. عارفينه. او اللي الناس يعني عارفاه كممثل موهوب. صحيح صحيح. طيب هيبقى لنا اكيد مناقشه في الموضوع ده، بس عايز ارجع بقى هنا لبرلين. كلمني عن مهرجان برلين المره دي، وايه هل في افلام عربيه مشاركه وجنسياتها ايه؟ تعليقك عليها ايه؟ وفرصه انه الاستاذ طارق المره دي مش في لجان تحكيم، فمش هتقول لي شهادتي مجروحه، انا امتنع عن ال. قول لي بقى. بص، في فيلم واحد بيمثل مصر والعرب لغايه الان، يعني انا قعدت ابحث في النت لغايه ما هو فيلم واحد، مفيش افلام عربي ولا مصري غير فيلم واحد. أوكي. فبالتالي بتمثل بلدك وبتمثل ايضا العالم العربي. حلو. اللي هو بشتقلك ساعات لمحمد شوقي حسن، انا اول مره اعرف اسمه. بحاول اجيب معلومات عنه يعني، بس يا دوبك لسه ما الفيلم روائي في قسم اسمه الفورم، مش في المسابقه الرسميه بس قسم مهم. فده الفيلم اللي هو انتاج مصري لبناني الماني مشترك. حلو. اوكي. مين المنتج المصري؟ حد من الاسامي اللي احنا عارفينها ولا يعني تجربه جديده؟ لا اعتقد انه محمد نفسه. محمد شوقي حسن. يعني هو اللي واخد الجانب المصري عشان الفيلم يحصل على الجنسيه، مش على جنسيه الوطن يعني. لازم يبقى في انتاج مش اخراج. الممثلين ممكن تكون انا ما عنديش اي معلومات لسه، ما فيش معلومات عن غير انه هذا الفيلم هو الفيلم العربي والمصري الوحيد اللي بيشارك في المهرجان. واتمنى طبعا ان هو هيعرض بعد 4 ايام ان شاء الله. اكيد هتبقى في فرصه الواحد ياخد معلومات اكتر حتى عن المخرج المصري. هو مقيم في المانيا. أوكي. يعني عاش في مصر فتره لكن مقيم في المانيا في السنوات الاخيره. مهم نعرف. هنتفرج ان شاء الله. طبعا. طبعا 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 طبعا. اهم ميزه في مهرجان برلين انه بيناصر المراه بقوه. ولكن بيبقى المناصره مش عنيفه وما هياش مغمضه العينين، لا فنيه. بمعنى انت عندك 18 فيلم في المسابقه الرسميه. كويس. بيمثلوا حوالي 15 دوله، ما فيش طبعا ولا دوله عربيه زي ما قلنا من الاول. اوكي. كويس. انما هتلاقي فيه 7 من ال 18 اخراج نسائي بتوقيع المراه. حلو. فمثلا لو قارنت ده بمهرجان زي كان. ما تلاقيش خالص النسبه دي خالص. معقول. بل احيانا مبقاش فيه ولا فيلم بتوقيع نساء، وطبعا يعملوا مظاهرات. انت عارف على طول المراه بتبقى عندها احساس بالظلم لو انت ما حطهاش مثلا في لجان في افلام. فكان قصر المهرجان في كان كثيرا ما احيط بمظاهرات نسائيه بسبب انه الافلام قليله او ما فيش افلام، على عكس برلين. الكلام ده اخر دوره انا حضرتها اللي هي العام قبل الماضي، اخر دوره يعني واقعيه زي السنه دي ما هي واقعيه. كان ايضا المراه بتشكل 40% من الافلام داخل المسابقه الرسميه. في حاجه ثانيه متعلقه بالمراه مهمه كمان. إيه؟ ان هم لغوا فكره، انت عارف احنا اتولدنا وعشنا واللي قبلنا طيب ايضا نفس الحكايه، في حاجه اسمها جائزه افضل ممثل وجائزه افضل ممثله. ايوه. صح؟ صح. دي عشنا عليها والعالم كله عاش عليها. ساعات بتحجب. لا سيبك من الحجب. امال ايه؟ لا، الحاجه الاهم هتتلغي حكايه افضل ممثل وافضل ممثله، هيبقى افضل ممثل على الاطلاق. على الاطلاق؟ ممكن امراه او رجل. اوكي. يعني التمثيل بصرف النظر عن النوع. ده جيد. ده جيد بالمناسبة. ده جيد جدا جدا جدا. أنا عجبتني الحكاية دي. إلى أن تعود مرة تانية يا أستاذ طارق بإذن الله سالما غانما إلى أرض الوطن، أشكرك. لحد ما نلتقي تحكي لنا بقى على ما يحدث في مهرجان كان. لو أنا لسه هستنى لما الأستاذ طارق يرجع يوم السبت يا أستاذ طارق، إن شاء الله نبقى نكلم حضرتك كده وتحكي لنا شوية حاجات. كل الشكر لأستاذ طارق الشناوي كاتبنا وناقدنا الكبير.